الجامعه تتباهى بالمراير التي صرفتها وبالانجازات ديالها في الوقت ذاته. السي الماغودي دائما مقالات تهجميه على الجامعه وبالاخص على رئيس الجامعه السي فوزي القجع. مالك مع مشكل مع فوزي القجع؟ شنو المشكل بالضبط؟ ما كنتهجمش على القجع، انتقد القجع، لان الانسان المواطن المغربي الاصيل لا يمكن له ان يقبل نهائيا بان شوارع المملكه المغربيه تسيل دماء ديال الاساتذه وديال المعطلين ويجي القجع في 17 شهر يصرف لنا 87 مليار. الميزانيه ديال البلاد ما كتسمحش نهائيا. اللي سكت عليها، اذا كان الماغودي تهجم على القجع فاللي سكت على 87 مليار راه تهجم على المغاربه. لان لا يعقل نهائيا باش نصرفوا 87 مليار في 17 شهر. القجع اللي نهار اللي كان عنده شي حاجه مزيانه راه قلنا مزيانه، اللي عنده حاجه ما مزيانهش راه غنقولوا ما مزيانهش. في موضوع ديال الطاس احسن التدبير الملف اشهدنا به. باقي الملفات بالنسبه لي القجع الان فاشل بامتياز. والدليل على ذلك ان اعضاء المكتب انطرحوا واحد السؤال اخر. لكن في نفس الوقت سي الماغودي ما يمكنش نكروا المشاريع والانجازات ديال الجامعه، فهاد فوزي القجع مجموعه ديال الاوراش، مجموعه ديال الامور اللي تحسب للجامعه. مثلا البنيه التحتيه ولو انه ما دخلش في 85 مليار، ولكن المشروع اللي جا به، المنتخبات الوطنيه، الدعم الكبير، الدعم ديال الانديه ومضاعفه المنح، مجموعه الامور اللي تحسن فوزي القجع. انا نمشي معك دقه دقه. اولا الملاعب الرياضيه راه ستكون من باب المغالطات الا حسبناها الفوز القجع. الملاعب الرياضيه المشروع ديالها راه اول واحد تكلم عليه هو السي احمد عمور ديال الرجاء ملي كان في الجامعه ديال بن سليمان. وما يفيد ذلك هو ان المغرب التطواني استفز جوج ديال المرات في الملعب ديالو في عهد بن سليمان في عهد علي الفاسي الفيري. اذا في عهد بن سليمان بداوا الملاعب، جاو في العهد ديال علي الفاسي الفيري، الان كيتكملوا في العهد ديال فوزي القجع. واحد جوج الملاعب، الميزانيه ديال الملاعب ميزانيه ماشي ديال الجامعه، ميزانيه ديال وزاره الداخليه، وزاره التجهيز، وزاره الماليه، وزاره الشباب والرياضه. 150 مليار. هذوك الناس ملي كيجوا للتلفزه وكيهضروا على الانجاز ديال البنيه التحتيه كان يزيدوا لنا يقولوا لنا ودي هذه راه عندها 150 مليار ديال الحكومه المغربيه على مستوى الدعم ديال الانديه. انا شخصيا كنقول هو زاد الفلوس ديال الدعم، راه ما جاب تريال معاه هو، هادشي كله لقاه ديال الجامعات السابقه، راه ما لحد الان فوز القطاع ما جابش معاه ريال. جوج هاد الدعم ديال الانديه راه غتكون عندهم الضريبه، راه ما بقاش كافيهم، راه في العهد ديال السي القجع راه تفرزت الضريبه، وانا مع الضريبه خصها تكون، ولكن راه ما غيبقاش كافيهم. دونك انا لحد الان ما بليش شي ورشه اللي نجح فيها فوز القجع، جوج كامل ما بليش شي ورشه. لماذا هذه النظرة التشاؤمية خصوصا إلى لاحظنا بشوية بعين المنطق غنشوفوا بأنه كاين مجموعة من الأوراش اللي تحسب جامعة القجع كما قلنا وآخرها المنتخب الوطني كعديد لام الجامعة على إقالة زاكي وتعيين مدرب جديد، ولكن النتائج ديال هذا الإصلاح راه ما يمكنش تبان سي الماغودي في ظرف شهر أو شهرين. شوف هو فوز القجع ماشي جا في صحراء قاحلة، راه كاين استمرارية ديال التجارب. راه حنا ماشي لقطاء، حنا اسمح لي حنا ماشي لقطاء، حنا عندنا تاريخ، راه هو كيروج واحد الهضره للعهد الجديد. ماشي ما يخربكش علينا بالعهد الجديد. حنا عندنا دفتر ديال الحاله المدنيه فيه اجداد منتخب ولعاب ومشى لكاس العالم ومشى لكاس افريقيا. لحد الان الانجاز الوحيد الذي يسجل هشام الدكيك. هشام الدكيك راه حتى الجامعه ما كانش عاطيه قيمه باش ما نكذبوش. والدليل على ذلك راه ما نقلت منه حتى ماتش. الدليل على ذلك ما مشى شي معاه، لا علي ما مشى معاه، لا فوزي القجاع، لا بودريقال، صيفطوا معاه مسكين الزيتوني وصيفطوا معاه بالعمراني، بمعنى حتى في دماغهم ما عطينوش الواد. النهار اللي يكون عنده نجاحات راه غنقولوها. الان ما عندوش نجاحات وما يكذبش علينا بالعهد الجديد. هناك استمراريه. هناك استمرار. واش في عهد حسني بن سليمان ما مشيناش كاس العالم؟ وكاس افريقيا عمرنا ما كنا كنعتبروا انجاز في عهد ديال حسني بن سليمان. جامي. في العهد ديال علي الفاسي ما عمرنا كنا كنعتبروا انجاز. في 2010 هما ما بغاوش يتاهلوا لان بغاو يبنوا تجربه من جديد. دونك انا بالنسبه لي الانجاز اللي تحقق ديال كاس افريقيا انا لا اعتبره انجازا. هذه خطوه مزيانه راه حنا غاديين بها وصافي. السي الماغودي كاين واحد المعلومه تروج في الاوساط الرياضيه ما عرفناش واش اشاعه ولا لا، تيقولوا بانه السي الماغودي كان يطمح لمنصب التواصل في الجامعه، وهذا وبانه يقال بانه بودريقه كان هو السبب في انه السي الماغودي ما دخلش الجامعه المهمه ديال التواصل تعقيبكم، وبانه هذا هو السبب اللي كيخليكم تهجموا على الجامعه في اغلب مقالاتكم. لا لا شوف، اولا كلمه تهجم ما خصكش تبقى تستعملها كصحافي، كاين النقد وكاين البندير. انا كننتقد، انا ما كنديرش البندير، انا ما كنتهجمش. التهجم ولا قصته في ولاده وقصته في شي امور شخصيه. واحد جوج، لو كان اسمع مزيان للجامعه
والسي بودريقة علامة صغيرة جدا على أنني كنت باغي شي منصب في الجامعة. تدرف تيفو في مركب محمد الخامس، تدرف تيفو. اسمع اسمع، جاوبتك جاوبتك دابا بالعقل. أتحداهم يكون عندي هالطموح. وأكثر من ذلك، لا يشرفني إطلاقا أن أشتغل مع جامعة فاسدة. أنا نتحداهم يحطوا لنا غير شواهد ديال حسن السيرة، ديك الناس ديال الجامعة يحطوا لنا غير حسن السيرة ديالهم. يا الشاب في كرة القدم الوطنية الناس كتسير عندها سوابق عادلية. الإنسان اللي عنده مبادئ ما يمكنوش يشتغل مع الناس اللي عندهم سوابق عادلية.